بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام في برنامجكم حوار آخر. دائما الحوار يتلمس الخطى حول ما هي الأحداث الأخيرة وما هي الأشياء المرتقبة من قبل بعض القرارات، كثير من الخطابات السياسية المختلفة، التحليلات السياسية من الكتاب ومن الصحفيين ومن المختصين في المجال المالي، كثير من التشوقات التي هي تعتري الشارع السوداني بضرورة التغيير وضرورة المواكبة وضرورة أن نتلمس شيء من الإيجابية في كثير من الأمور على مستوى الحقيبة الوزارية أو على مستوى القرارات أو على مستوى المعيشة بشكل عام في السودان. بالتأكيد الفترة السابقة شهدت، أو في هذا الأسبوع شهد، عدد من الأفكار المختلفة التي طرحت والتي كانت حقيقة هي لها أدوار كبيرة جدا لأنها خرجت من الإطار الداخلي إلى إطار العالمية. والحديث عن السفرية مهمة جدا للأمم المتحدة بقيادة بالتأكيد الدكتور حمد أوكا، الذي شكل مشهد جديد في شكل التوأمة، خلينا نقول، أو ما بين السودان الذي هو مرتقب أن يكون في المرحلة المقبلة منفتح على المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي أيضا ينفتح على السودان برؤى وأفكار مختلفة. نناقش عدد من القضايا بإذن الله في هذه الحلقة، وسعيدين جدا أن يكون في معيتنا ضيوف أكارم. أهلا ومرحبا بدكتور نبيل أديب، المحامي والخبير القانوني والكاتب الصحفي. أهلا ومرحبا بك، شرفتنا كثير. مرحبا بك. أهلا. أهلا ومرحبا بباشمهندس تاج الدين بنجا محمد أحمد، الناشط السياسي، شرفتنا كثير في حوار آخر. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بمشاهدي الشهود. أهلا بك كثير. حقيقة إحنا هنبدأ نتحدث بشكل عام عن معدل التغيير بعد الثورة وحتى بعد تشكيل الحكومة. بالتأكيد هناك كثير من الناس الطامحين أن يكون هناك شيء من الطموح والأشواق المختلفة. نتحدث عن فكرة التغيير ومعدل التغيير ما بعد الثورة، تفضل دكتور. طبعا التغيير بعد الثورة كبير، يعني التغيير احنا لنا 30 سنة لا نستطيع الكلام، يعني وانت كإعلامية تعلم ذلك أكثر مني. نعم. أنه الحاجات كلها تحت القيود. الآن أصبح يعني يكفي أنه انت تتكلم عن رحلة للأمم المتحدة. نعم. احنا كان رئيسنا لا يستطيع أن يذهب للأمم المتحدة. نعم. ودي مسألة يعني بتقيد السودان في علاقته الخارجية بشكل يعني طبعا يأثر على كل شيء. يعني العالم، يعني زي ما توم بين بيقول، العالم قريتي، العالم أصبح قرية ما ممكن الناس تعيش. فالتغيير كبير، ويمكن التغيير كبير مرات بخلي الناس يكونوا طامحين أكثر مما يجب في أن ينعكس الكلام ده على حياتهم أيضا الاقتصادية، ودي أهم حاجة. طبعا الناس مرات يقول لك لا إحنا الثورة بحثا على الحرية، ما هو أصلا الناس بتتحرك من بطونها. نحن خاطبنا عقول الناس، والآن علينا أن نخاطب جيوبهم، لازم عشان ياكلوا نعم وتغيير في شكل او الحركه الاقتصاديه بشكل عام في السودان. وده بالتاكيد بينبني بتفكيك المشكلات اللي هي كانت قيد اساسي في عمليه يعني القيود حول الاقتصاد السوداني بشكل عام. تاكيد زي ما تفضلت بانه زياره دكتور عبد الله حمدوك للامم المتحده، اللقاء واللقاءات بالتاكيد هي يمكن كانت شكل مختلف، شكل جديد. باشمهندس، اللقاءات دي اللي عقدت على هامش القمه رقم 74 للامم المتحده، كيف انتم شايفين انه ممكن ترفع اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب والعوده بالسودان الى المجتمع الدولي؟ ونحن نتحدث عن 30 سنه كانت من العزله. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. والحين تحيه لمشاهدي الشروق. اول حاجه نتكلم سؤالك الاول عن التغيير. لانه كان في نظام موجود 30 سنه، حصلت ثوره بلا شك ثوره كبيره، اغتلعت النظام. ثورة استمرت يعني من ديسمبر لحد أبريل، أقل من 4 شهور. الثورة عملت تغيير هائل. نعم. بلا شك. صحيح. لكن من 11 أبريل حتى اليوم إحنا 6 أشهر. الثوار أنجزوا ما يليهم من مهمة. الثوار قاموا بعملية التغيير.
من 11 أبريل حتى اليوم أتى دور فاعلين آخرين يعني غير الثوار اللي هم الساسة واللي بتمثلهم الآن الحرية والتغيير. نعم. لو جينا حقيقة ما قامت به الحرية والتغيير وشركاها من مجلس عسكري ولجنة أمنية من 11 أبريل إلى اليوم لا يرقى إلى مستوى الثورة بكل أسف. ليه برأيك؟ الستة أشهر أخذنا فيها أكثر من 4 أشهر مماحكات وتفاوض في قسمة السلطة بين الشركاء. حقيقة 4 أشهر ما كان في تداول حول كيف إنفاذ متطلبات الثورة والثوار والأشياء اللي خرجوا من أجلها. كانت مماحكات ومفاوضات، يعني أكثر قضايا أخذت وقت في التفاوض بين الأطراف هي قسمة السلطة. أولا كانت الإشكال مجلس السيادة كيف يتكون، ممكن نقول بأنه كانت التفاهيم هي مهمة وكانت أساسية وضرورية في حقوق طالب بها الثوار، وعلى أساسها تمت هذه المماحكات. ما أنا أقول لك الذي طالب به الثوار حتى الآن لم يصل في طاولة الثورة، حتى الآن لم يصل. الذي ظهر قد يكون في شيء تحت الطرابيزة، نحن نتعامل بالذي ظهر لنا خارج الطرابيزة. في 4 أشهر كانت التفاوض والحوار والنقاش معظم حول قسمة السلطة بين الشركاء، بين الشركاء إلى أن أنجزوا ما أسموه بالوثيقة الدستورية. الفترة طويلة من التفاوض بينهم كان حول تكوين مجلس السيادة، عسكري مدني مخلوط غير مدني. في النهاية طلع مجلس عسكري مجلس سيادة ما مدني. تكلموا المطلب الأساسي كان للثوار حكومة مدنية، الآن حكومة هي ما حكومة مدنية، حكومة رئيسة عسكري، إذا ما حكومة مدنية. إلا تكون كلمة مدنية دي تعني معنى آخر. يا ريت بعدين أستاذ نبيل هو خبير في الموضوع ده، هل فعلا مدنية تقصد مقابل عسكرية ولا مدنية مقابل دينية؟ يعني أنا لما إيجي يتكلموا عن دولة دولة مدنية، دولة مدنية يكون ده مطلب رئيسي للثوار وطلعت فيه مليونيات من أجل الدولة المدنية، تتكون ليه حكومة رئيسة عسكري؟ إذا الحكومة دي ما حكومة مدنية. معناه أصلا كان المطلب، هل ده مطلب الثوار فعلا ولا ده تحريف حرفوه الساسة والناس قادة الحرية والتغيير العمل الوثيقة وعمل ترتيبات الانتقال، حرفوا بمعنى مدنية من مدنية بيقصود الثوار مقابل العسكرية إلى مدنية أخرى هم يقصودها، ده واحد. الثاني النقاش اللي أخذت نقاش طويل جدا، من يكون وزراء؟ كفاءات حزبية غير حزبية، قيادات ظاهرين غير ظاهرين. في النهاية أتلين بالتشكيلة، حتى بقينا نخجل من التعليقات على تصرفات الوزارة الجديدة اللي لها ما أخذت أيام يعني في التحكم بهم من الثوار نفسهم ما من الأعداء. حتى الآن قوى أخرى ما تسمى بدولة عميقة أو معارضة أو ناس تم إقصاؤهم حتى الآن ما ظهر لهم أي نشاط. في حديث طبعا في هذا الموضوع، ما دام أنت ذكرت على حسب قولك بأنه أيام، يبقى أنه الوقت كفيل بأنه يظهر كل مسؤول بما لديه ليطرحه بالشكل المطلوب الذي يتناغم مع مطالب الثوار ومطالب الثورة السودانية، واللي هي بتعتبر واحدة من الأساسيات بمسألة هذه الكفاءة بما ينجز وبما يقدم. فجميعنا في الانتظار وجميعنا في النظر يعني بشكل متفحص، ودائما الثوار بيقولوا إنه الثورة محروسة بثوار، أي اختراق أو أي هذا أو ذاك، فالثوار هم اللي بيكونوا موجودين هم اللي بيصححوا المسار بالشكل العام. نرجع للحديث اللي له علاقة بالرحلة كما تفضل دكتور للأمم المتحدة، واللي هي ممكن تكون عندها دور في رفع اسم السودان من الدول الرائعة للإرهاب. كيف تنظر لهذه النقطة تحديدا؟ بس أنا ما حخلي كلام، يا ريت تفضل يا ريت تفضل ولا أقول عسى ولا بعدين على كيف يكتل بدي موضوع الوثيقة عندنا فيها طبعا حديثة الوثيقة، لأنه طبعا نحن تعليق على الكلام اللي قال، يا ريت تفضل. نحن نتكلم على أنه مرة 4 شهور وستة شهور وبتاع، هي ما صح. لم يسقط النظام كلية يوم 11 أبريل يوم 11 أبريل برك، لكن ما وقع، وده وضع يجب أن يؤخذ في الحسبان. نعم. أنه ما حدث هو أنه الثوار أصلا كان
موقفهم أنه لن يرجعوا ولن يقبلوا بالنظام السابق. لكن النظام السابق في 11 أبريل وصل لمرحلة أنه لا يستطيع أن يحكم، ولكن أيضا لم يسلم السلطة للثوار. نعم. ودي مسألة سقوط رئيس النظام وليس النظام. أيوة، سقط رئيس النظام. وفي هذه اللحظات طبعا المجلس، مجلس الأمن كما كان يدعى، وهو مكون من الجهات الأمنية، هو الذي استلم السلطة. نحن يعني قبلنا ذلك لأنه طبعا باعتبار أنه دي سلطة الأمر الواقع وليس سلطة الثورة. وإحنا لما قلنا سلمية سلمية وأصرينا على السلمية، كنا نعم. بننظر لأنه إبعاد إغراق البلاد في الدماء. صحيح. لأنه النظام كان مجهز عدد من الجهات المسلحة. إذا ما تم لم يكن انتصارا ساحقا للثورة، ولكن كان هزيمة واضحة للنظام. من النقطة دي الثوار قبلوا بسلطة الأمر الواقع، ولكن فرضوا شروطهم، أصروا على أن يكون شروطهم هي التي تحكم. فيما يتعلق طبعا القصة معروفة لنا جميعا، ولسه ما زمن طال عشان الناس ينسوا. وأكيد يعني إحنا عندنا في ختام يعني الأسئلة فيما يتعلق أيضا بمسألة الحقوق بالنسبة للثوار، وخاصة حقوق الشهداء، ربنا يرحمه ويتقبله إن شاء الله ولهم الجنان تأكيد. نعود للحديث عن الثورة قامت من أجل السودان يكون كأي دولة لها حقوق، تتمتع بحقوق العالمية، إنها تكون موجودة ضمن المجتمع العالمي. فهل بالإمكان، في تساؤل، هل بالإمكان بالفعل إنه رفع السودان من قائمة الدول الراعية؟ والله أصلا رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت، ولكن علينا برضو أن نعرف أنه هو ده قرار أمريكي وليس قرار أممي. ولكن طبعا أمريكا عندها صوت سطوة يعني على العالم، وبالتالي هذا القرار يأذي ويجرح الاقتصاد السوداني لا شك في ذلك. الآن المسألة يعني ما تم في الأمم المتحدة بمهد للعملية، ولكن ليس حاسما. طبعا القانون الأمريكي معقد، يعني هو فيها عدد من القوانين بتعمل. يعني وزارة الخارجية هي بتحدد هذه المسألة، ولكن بتصدر بها قانون من الكونغرس. وبالتالي المسألة لا يجب أن تتعامل في إطار داخل السياسة الأمريكية. أنا بعتقد أنه أمريكا حتسحب السودان من القائمة، ولكن نحن في عالم لا تعطى الأشياء يعني مجانا، اللي نقطها بالبساطة. يعني هم لا شك أنه عندهم ضمانات عايزين يطلبوها، لكن نحن نقول أنه مصلحة أمريكا هي في أنها ما تضغط على السودان. نعم. الآن نعم. لأنه مسألة أن السودان الآن دولة راعية للإرهاب ليس ما واردة خالص حسنا، ولكن ضغوط الاقتصادية يعني أسوأ نتيجة لا هي إسقاط النظام، وأحسن نتيجة لا هي إفقاد النظام لقدراته على الحركة وأنه يبني الأساس، لأنه السودان يخرج نهائيا من دائرة الدول الراعية. طيب الحديث عن مسألة الإرهاب نفسه، هي أعتقد أن المسألة بتحتاج لمراحل أو محتاجة لبعض الأمور اللي تكون مثبتة. وأفتكر أنه السلمية كانت واحدة من الأدوات الأساسية والرئيسية لأن يلتفت العالم، لأن هذه الدولة التي تسمى السودان هي دولة ثورة سودانية سلمية كاملة تدرس الآن في العالم حقيقة، أصبحت درس جميل جدا لكل العالم. الحديث ده له علاقة بالشعار حرية سلام وعدالة. العدالة فيها في تحقيق
الحق أو إحقاق الحق، وذلك ب يعني الحديث عن حقوق الإنسان بشكل عام. نعم. وعن الحريات. نعم. وعن يعني التطورات الدستورية والقانونية اللي هي بيكون عندها دور أساسي في مسألة يعني تقنين الحريات في السودان، ومن ثم عندما يفعل بالتأكيد نصبح دولة ذات سيادة قانون تحكمنا، وبالتأكيد ينظر لنا العالم أيضا بشكل مختلف. حابة أناقش النقطة من ناحيتين، من ناحية قانونية ومن ناحية أيضا سياسية. من باشمهندس تايدين نبدأ بالسياسة ولا تفضل باشمهندس؟ يعني حكاية ربع السودان من قائمة الإرهاب، حتى الآن ما حسينا الحكومة قامت بأي مجهود، يعني ظاهر. أنا وحريز على كلمة ظاهر يعني. وهو شنو الأسباب اللي كانت أصلا أدت لإدخال السودان في قائمة رعاية الإرهاب؟ هل كانت في أسباب حقيقية؟ ولا زي ما تفضل الأخ نبيل إنه والله دي سياسة أمريكية، والآن عشان يرفعوا السودان من قائمة الإرهاب زي ما تفضل فيها تمن. نحن التمن المطلوب من الحرية والتغيير باعتبار الآن هي المنظومة الحاكمة يعني، ولها تدرج عندها استعداد تقدم لأمريكا ما تطلبه مقابل ربع الحصر، لأن ربع الحصر ما كان أممي أصلا، ما كان أمريكي، عشان كده ما تناقش في الأمم المتحدة، لأن أصلا ما اتخذت فيه قرار الأمم المتحدة. عشان كده زيارة الأخ رئيس الوزراء للأمم المتحدة ما عندها علاقة بربع القائمة السودان من قائمة، لم يناقش موضوع رفع، لا هو أصلا ما القرار ما طلع من الأمم المتحدة، قرار أمريكي. وحتى النظام السابق تفاوضه كان اللجنة بتاعت ناس. طيب ما الغرض من ذهاب رئيس الوزراء لا ما مشاركة يعني. مشاركة السودان، السودان معوض في الأمم المتحدة ودي جمعية عمومية للأمم المتحدة. أصلا السودان في كل دورات بيشارك، كل ما في دورة السودان ما شارك يعني. آخر الدورات دي شارك فيها يعني. هنا صاحب ظهور رئيس الوزراء في نظام جديد، كان الناس متوقعين إنه تحصل استجابة من المجتمع الدولي مختلفة للحكومة الجديدة يعني. لكن حتى الحكومة الجديدة حتى الآن ما ظهرت ملامحها يعني. أنت صاحب جيد بيصور، أنت بتقول جيد بيصور دفع الصور شعارة حرية سلام وعدالة، لكن حقيقة المنظومة الحاكمة الآن المتمثلة في الحرية والتغيير لا التزمت بالحرية ولا بالسلام ولا بالعدالة. لم تلتزم بالحرية ولا السلام ولا العدالة. عشان كده لما قلت الثوار يحرسون الثورة، حقيقة الآن في واجب كبير جدا على الثوار حراسة ثورته. ويمكن الحكاية ظهرت الملونية كأنك تقول إنه الآن الحرية والتغيير ما عندها أي دور، إنها عندها دور سالب. يا ريت لو ما عندها دور. أنا بتقديري عندها دور سالب جدا فيما يتعلق بمطلوبات الثورة والثوار. الثوار رفعوا شعار ممكن تمثيلها ليه يعني؟ واحدة حرية سلام وعدالة. السلام ده بيتعامل مع منو؟ بيتعامل مع حملة السلاح. الجبهة الثورية الآن بتمثل الجزء الأساسي في الحركات المسلحة الحاملة السلاح، هي جزء من الحرية والتغيير لحد ما قامت الثورة. ولكن أول ما جلست الحرية والتغيير مع شريكة المجلس العسكري، شريكة في الثورة، عشان يكتسموا السلطة بيناتهم، أول من أبعد الجبهة الثورية، أخرجوها من المفاوضات وكونوا حكومتهم، كونوا مجلس سيادتهم بمعزل عن المكون الأساسي، وكونوا مجلس وزرائهم. الآن دار يبدو تفاوض مع الحركات المسلحة، يعني كأن الحرية والتغيير أخذت موقع المؤتمر الوطني. أنت دلما شركاك في النضال، شركاك في الثورة، وشركاك في إعلان الحرية والتغيير. السلام الآن الموجود في بعض الإشكالات اللي حصلت في ولايات السودان المختلفة، واللي كان في دور أساسي من يعني الحكومة على أساس إنه بس تطفئ النيران. شانك من لك هو ده الحديث المسلحة. هو ده الحديث بأنه لابد إنه يكون المسألة لها علاقة بالسلام، لها علاقة بالمجتمع نفسه. عشان ما نتغلط، الحركات المسلحة دي، لكن بس نوضح بعض الحركات المسلحة دي شالت السلاح ضد النظام السابق، النظام اللي قامت عليه الثورة، وهي الحركات المسلحة جزء من إعلان الحرية والتغيير، مكون أساسي من مكونات الحرية والتغيير. الشيء الطبيعي إن والله إعلان الحرية والتغيير مستوعب قضايا السودان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبما فيها قضايا السلام. وأصلا حملة السلاح اللي بتعمل معهم سلام هن أعضاء أساسيين ومؤسسين في الحرية والتغيير. لكن أول لما جيت تعمل وثيقتك الدستورية أخرجتهم، لما جيت تكون حكومتك مجلس سيادتك أخرجتهم، لما جيت كونت وزارتك أخرجتهم. أنا هنا طوالي بتخوف من باقي البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي. بعد أن أسأل عنه قضية سياسية متعلقة بالحريات وقال إيه تتطلقه يعني. هل الحرية التغيير هي اللي قامت أخرجت؟ هي ما في حاجة. في مسألة هنا يعني
يعني لازم ناخذها في الاعتبار. صحيح لما ذكر أخ تاج الدين هو فعلا الجبهة الثورية وليس الثوار، ما بنقدر نقول الثوار، والجبهة الثورية جزء من الحرية والتغيير بالذات من نداء السودان. نعم. الآن لما بدأ المفاوضات باتفاق الطرفين أنه هذه المرحلة يقوم بها الجزء المدني، لأنه أصلا نعم. في اتفاق نداء السودان في تفرقة بين حملة السلاح وبين المناضلين المدنيين وهذا ساير صوالي. الآن أخونا تاج الدين بيقول لك كيف أبعدتهم؟ أنا مش أبعدتهم، أبعدهم طريقة نضالهم هم من أصلا لا تستطيع أنك تجيب وزير حامل السلاح ضد الدولة وزير في الدولة، يعني ما لا منطق في هذا، ولا يجيبه في مجلس السيادة. هو حتى هذه اللحظة حامل السلاح محارب، هو محارب ونحن نعترف لهم بصفة المحاربين، والمحاربين دين في القانون الدولي عندهم وضع خاص، يعني هذه الليلة ما بحاربوا، ما بحاكموا بالقانون الجنائي، بحاكموا باتفاقيات جنيف. فالمسألة دي لا يمكن الخلط فيها بهذا الشكل. دكتور حمدوك أطلق عليهم مسمى، أطلق عليهم مسمى قوات الكفاح المسلحة على أساس يأخذ هذه المشكلة. الكلام ممكن يطبق على عبد الواحد، يطبق على الحلو، ولكن الجبهة الثورية الجزء من الحرية والتغيير الوقائع بتقول كلام غير كده، لأنه بداية التفاوض كان عندهم ممثل في لجنة التفاوض بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري. في بداية التفاوض ممثل الجبهة الثورية، ما ممثل نداء السودان، كان في سيد الإمام الصادق المعادي، في ناس يحيى الحسين، ده المكون المدني لنداء السودان، ولكن الجبهة الثورية كان عندها ممثل في التفاوض. بعد ذلك أبعد، وده ببيان خارج من الجبهة الثورية لنا في الإعلام، إن والله أبعد ممثلنا من التفاوض، وقعوا وثيقتهم السياسية والدستورية، ذهب وفد من نداء السودان الموجودين أصلا كانوا في الداخل إلى أديس لمقابلة الحركات المسلحة، واتفقوا معهم على ملاحظات عشان تدمج في الوثيقة. طيب كيف ترى الآن الـ لا ما نمشي لك لسه. أنا داري أكد الكلام أقول إنه حتى لما مشى الوفد تاع الحرية والتغيير وقابل المكون العسكري من الحرية والتغيير والجبهة الثورية الموجودين في أديس، وصل معهم لاتفاق إنه دي نقاط تدمج في الوثيقة، ولكن لما جو الخرطوم هنا تفاجأوا إنه والله ما دخلت الملاحظات اللي هم أبدوها ناس الجبهة الثورية في الوثيقة، وبعدوا للمرة الثانية. يعني حكاية إنهم هم ابتداء في اتفاق بينهم كمكون عسكري ومكون مدني إنه المرحلة الأولى بتاعت التفاوض مع المجلس العسكري، والتفاوض ما كان مع جهة مدنية، الحرية والتغيير كانت تفاوض مع جهة عسكرية. الجهة العسكرية ذاته لو جينا بكلام المنطقي بتكلم عنه أخ دكتور نبيل، الأغرب لهم الجبهة الثورية حملة السلاح زيهم، لكن حقيقة أبعدوا. وبعد ذاك المشهد احنا عشان ما نطول النقاش فيها لأنه عندنا ما نقدر نقول الحرية والتغيير نعم. هي من تمردت على شعار الثورة دي ده طبعا على حسب ده على حسب طبعا الجميع. طيب انا الحقيقه عندنا ما يقارب احنا وصلنا تقريبا لنصف الزمن، لابد ان نناقش كثير من الامور. احنا الان ما بنناقش الحريه والتغيير، احنا بنناقش الاوضاع الان، كيف لنا ان نجعل من هذا البلد هو بلد يسعى الجميع، كيف لنا ان نجعل من الخطه الاستراتيجيه الفاعل الاساسي. نعم لكن بالتاكيد لكن باشمهندس الحديث الان عن انه نحن بنتكلم عن خطوات، احنا في الخطوات الاولى لابد انه يكون يدا بيد. الإعلام الآن هو إعلام توعية وتفضلكم بالوجود بالتأكيد. نتحدث الآن نحن عن كثير من النقاط المهمة جدا وكثير من الحراك الموجود إذا كان داخل السودان بمشاركات مختلفة ومحاولة جمع الشتات لكي نصبح دولة قوية ودولة أساسية فيها حكم الحرية والسلام والعدالة كما ذكرنا. الحديث الآن جمع الشتات، الحديث الآن تمام حقوق الإنسان، حقوق الإنسان الآن ونتكلم عن التطورات الدستورية والقانونية، وضع هذا الملف حقيقة هو يحتاج مننا
الحديث، ويحتاج منا أيضا أن نتحدث عن ما هي التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام والحريات، خاصة ما نتحدث عن الوثيقة الدستورية، لأنه يمكن من خلال الحديث تحدثنا عن هذه الوثيقة وسنفرد لها مساحة كبيرة بالتأكيد. التطور في مجال حقوق الإنسان تطور كبير جدا، ونلاحظ الآتي. أنا حضرت الاجتماعات التي كانت تمهد للاتفاق مع المكتب المكتب المندوب السامي المكتب الإقليمي الذي يفترض أن يتعامل في السودان، وكان التخوف أثناء التخوف من المسؤولين هو في أنه ما يسمح لهم وما يسمح لهم ويسمح لهم. الآن وأنا كنت بحاول أقول لهم يا إخواننا دي ميزة، ما حاجة أنتوا تخافوا منها، إحنا بس علينا أنه ما ننتهك حقوق الإنسان. صحيح. إذا ما بننتهك حقوق الإنسان ما بنكون عايزين نخفي حاجة. المسألة دي الآن أصبحت 100% بالعكس. الوزير وزير العدل الأخ نصر الدين، دكتور نصر الدين عبد الباري، بكل وضوح قال ليس لدينا ما نخفيه من المكتب، وعليه وننسح نديه كل التسهيلات أنه يفحص حالة حقوق الإنسان بكل حرية في السودان وينصحنا، لأنه هو هذا المكتب أصلا واجبه مساعدة السودان في أنه يتجاوز أزمة حقوق الإنسان. واقع الأمر أن هناك أزمة في حقوق الإنسان في السودان لها 30 سنة، والمشكلة دي مع الأمم المتحدة أو بالتحديد مع مجلس حقوق الإنسان أو اللجنة كما كانت من 93 مستمرة سنويا. فالآن أصبح في جو ووضع يسمح لنا بأن نستفيد من المكتب الذي سينشأ في الخرطوم أو في السودان، بغض النظر عن موقع وين، في أنه يقدم نصائح ويقدم مساعدات تساعد، لأنه حقوق الإنسان ما هي ليست قوانين فقط، قوانين ما قاعدة بدري. الدستور ده الليلة الوثيقة الدستورية في مجال حقوق الإنسان شالت نفس الوثيقة بتاعت 2005، لكن الوثيقة اللي كانت موجودة كانت بتنتهك بالقانون، وكان طبعا في مشاكل عديدة نتيجة للقوانين الدائرة، وحتى القوانين ذات بعمل الإنقاذ انتهكوا براهم. الآن الوضع أصبح مختلف، وأصبح في إمكان الناس أنهم يقولوا رأيهم، يتكلموا في الإعلام، يحددوا ما يريدون بشكل واضح، ينتقدوا الحكومة، والمسائل أصبحت مختلفة بهذا. تعلق بالملف حقوق الإنسان، نحن نتكلم عن انتهاكات حقوق الإنسان، ما زالت الانتهاكات مستمرة حتى هذه اللحظة، بالذات فيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية. واصلا النظام اشكال حقوق الانسان في الانتهاك الكبير جدا للحقوق السياسيه والمدنيه. الى لحظتنا هذه الان يوجد معتقلين سياسيين غير رموز النظام السابق، خلوهم، ده موضوع، ولكن لو حاجين نتكلمنا من ناحيه مبدا، ما في سبب اصلا انت تتكلم عن حريه وعداله يكون عندك معتقلين سياسيين بالاشهر ما يتقدموا للمحاكمه. اول حق انه تقدم المتهم ده لمحاكمة، القضاء حقك والنيابة حقتك. بعد ذاك لو فعلا الزول ده حوله ما يدين بيدان ويعاقب، ما مدان. الان انا جايكم الان في ناس اطلقوا سراحهم بعد 4 شهور ما عارفين اعتقلهم ليه، حتى ما عارفين اعتقلهم ليه، وده اول حق. انه انت اول ما يقضوا عليك لازم يقضوك سبب قبضك وسبب حبسك ومحامين الاعتقالات من طرف، الاعتقالات من طرف. وما اصلا يا استاذه الانتهاك للحقوق الانسان فيما يتعلق بالاعتقال، اصلا الاعتقال هل الاعتقال مثلا بسبب في النظام السابق مثلا اذا كان ونفس منهج النظام السابق في الاعتقالات، هل الفكره الان
هي مسألة احتقال شخصيات ولا احتقال فساد؟ يا أستاذة عشان يبقى سبب الاعتقال شنو؟ ما بحكم أنا ولا أنت، القضاء. بالتأكيد بالتأكيد. لكن طالما في اعتقال تعسو في ما قدم الشخص لمحاكمة، ده انتهاك حقوق الإنسان. الحديث ده انتهاك حقوق الإنسان. والأستاذ نبيل ممكن يتكلم في الحكاية إنه الاعتقال التعسفي وعلاقته بحقوق الإنسان مستمر حتى هذه اللحظة. الآن نحن نجلس داخل معتقلات النظام، في ناس معتقلين اعتقال سياسي وهم رموز نظام سابق، شو الناس كانوا معارضين للنظام السابق، النظام السقط. الآن هم معتقلين اعتقال سياسي لأشهر، ما تقدموا للمحاكمات ولا أطلق صراحهم ولا قابلوا محامين. يبقى الحديث بالتأكيد عندنا فاصل، سوف نواصل. نعم نواصل، هنواصل في هذا الموضوع تأكيد. يعني الحديث عن القضاء السوداني، لأنه هنفرد له مساحة حقيقة، يمكن في بعض التعطيل لبعض الأمور اللي هي القانونية المفروض تمشي بشكلها الصحيح بسبب يعني هذا التعطيل بعدم وجود رئيس القضاء. ولكن دعونا الآن نتحول أو نخرج لفاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود نواصل بقية الملفات في حوار آخر. حوار آخر وحديث آخر حقيقة حول ما يدور الآن في شكل الراهن السوداني، وبالتأكيد الحديث عن كثير من الملفات ذات الجدل الكبير، والحديث عن كيفية الحلول بصحبة ضيفي داخل الأستوديو. نرحب مرة أخرى بدكتور نبيل أديب، المحامي والخبير القانوني والكاتب الصحفي. أهلا مرحب بك. ونرحب ببشمهندس تاجدين بنجا محمد أحمد، الناشط السياسي. أهلا مرحب بك. ويمكن قبل الفاصل إحنا كانت حدثنا عن جزئية مهمة جدا لها علاقة بمسألة الاعتقال، ولها علاقة بمسألة الحريات وحقوق الإنسان، وده خلينا نقول إنه بيربطنا مباشرة بالنائب العام ورئيس القضاء. ونحن بنتحدث عن إنه كثير من الأمور وكثير من الجدل حول هذا الموضوع تجاه المجلس السيادي لتعيين رئيس القضاء والنائب العام، يعني مع إنه الوثيقة الدستورية نصت على تعيينهم من قبل مجلس القضاء نفسه. كيف فرايك ممكن نتكلم فيها من ناحية قانونية أو بصيغة قانونية؟ والله أنا من ناحية قانونية بفتكر الوضع بتاع يعني الوثيقة فيه خطأ، وهو أنه أشارت لأنه يتم تعيين ليس فقط رئيس القضاء، رئيس القضاء والأعضاء المحكمة العليا وأيضا رئيس المحكمة الدستورية وأعضاء المحكمة الدستورية بواسطة مجلس القضاء العالي. مجلس القضاء العالي هو مجلس يتكون من ناس بحكم مناصبه، بمعنى أن مجلس القضاء العالي هو الآن هو الموجود الآن هو رئيس القضاء الموجود الآن وهو أعضاء نوابه وهو رؤساء الأجهزة القضائية وكذا. إذا تم إعادة تشكيله لازم يتم على أساس أنه ده قيادة الهيئة القضائية، يعني لا تستطيع أن تتجاهل قيادة الهيئة القضائية في إعادة تشكيله. ما كنا اقترحنا، أنا ما أعرف غير كيف في الوثيقة، هو أن يتم ذلك بواسطة المفوضية القضائية. والمفوضية القضائية تتكون من قانونيين من خارج الأجهزة العدلية، يعني لا يكونوا عاملين لا في القضاء ولا في النيابة ولا في وزارة العدل، ولكن من المتقاعدين من القمم القانونية المقبولة وغير الحزبية، وذيل يعملوا إعادة هيكلة، لأنه الناس تعرف وعلى رأسهم أيضا أخونا تايس الدين يعرف الهجمة الشرسة القادة النظام على هذه الأجهزة، وبالتالي التعيينات بتاعة الولاء نعم والحزبي وكذا وإلى آخره ومسائل كثيرة، وإدخال مجموعات من الأجهزة الأمنية. المهم دي مسائل محتاجة ونوقشت حتى في أيام النظام القديم، محتاجة لإعادة هيكلة. هذه المسألة هي التي لن يحل الأمر تعيين رئيس قضاء ولا نائب عام فقط، يجب إعادة هيكلة هذه الأجهزة بكاملة
بحيث أنه يتم يعني أن يكونوا الموجودين فيها ناس لا ولا حزب لهم على الإطلاق ولديهم كفاءة للعمل. أنا لا أقول أنه الناس الموجودين الآن كذا أو كذا، المهم أنه فيهم وفيهم لكن لابد من إزالة آثار الهجمة الإنقاذية على هذه الأنظمة. أنا مسألة القضاء يعني في كثير بالتأكيد على القضاء والنائب العام، النائب العام لأنه القضاء ذاته قاعد ما بيحمل حاجة إلا النائب العام يجيب له القضايا بالنسبة لقضايا الفساد وإلى آخره. نحن لا نقبل الاعتقالات التحفظية أصلا، لكن طبعا الغرض السياسي بخلي الناس يتجاهلوا أنه هذه الحكومة غير مسؤولة أصلا على المعتقلين. المعتقلين الحكومة التي تكونت من شهر لم تعتقل شخصا واحدا، ولا لديها أي عملية ولا سلطة على أي معتقل. لذلك هذه عملية يجب أن أنا معك في بطء في اتخاذ القرار فيه، لكن ده وضع طبيعي، الناس محرومين من الحرية. الآن المطلوب أن هذه الحكومة تمسك السلطة بالفعل وتراجع مسائل الاعتقالات ومسائل، لأنه هذه كلها تمت بعيدا عن السلطة المدنية. كان سألني أخونا تعيد الدين وأخيرا لقيت الفرصة لأنه تكلم مما سألني حد الليلة لقيت الفرصة أرد له. المدنية لا تعني أنه يكون رئيس مدني ولا ما مدني، تكون الأجهزة المدنية هي صاحبة القرار. لذلك تكوين مجلس الوزراء هو الخط الفاصل بين السلطة المدنية وبين السلطة العسكرية اللي كانت موجودة، ودي كان معروف للكل. حتى الاتحاد الأفريقي أسقط العقوبة على السودان بعد تكوين والآن رئيس مجلس الوزراء هو ده نظام برلماني، ما يقول ليه رئيس الدولة عسكري. رئيس الدولة هو رئيس مجلس الوزراء حمدوك، وهو مدني حتى النخاع. ما في واحد. المسألة أنه القرارات تؤخذ من الجهات المدنية. المسألة الأساسية الآن أنه نحن نحاكم حكومة على أشياء لم تفعلها ولم تجد الزمن الكافي لأنه، لكن بنطالب الحكومة أنها تعيد النظر فيما هو جاري، وأنه أيضا كل الموجودين يعني كل من في أي تهمة ضده يمشي القضاء. يمشي القضاء، ما هنحاكمه نحن. نعم. يبدأ في الموضوع الحكومة البرلمانية هو احنا عشان ما نقعد على بعض، ما هو بس لأنه أنا أخذ نقطة شو باقي قدامي. اتفضل. أنا داير أقول ده قصور نظر الحرية والتغيير وعدم مقدرتهم وكفاءتهم للحكومة. هسه يقول لك دي حكومة برلمانية، حكومة برلمانية ما عندها برلمان، ما ممكن تكون برلمانية أصلا بدون برلمان، وبرلمان ما قام، معناها ما في حكومة برلمانية حتى الآن. رئيس الوزراء جاء بالتعيين، ما جاء من برلمان لأنه أصلا برلمان غير موجود. إذا حتى الآن ما نقدر نصغت مفهوم الحكومة البرلمانية حسب الفقه الدستوري للحكومة الموجودة الآن، ده واحد. ثاني، الاعتقالات دي من ما قامت الدنيا أصلا ما سلطة جهاز الأمن، الاعتقالات سلطة سياسية، والناس المعتقلين الليلة دي ما معتقلين بقرار من جهاز الأمن، معتقلين بقرار سياسي. من منو؟ والأطلق صراحهم الليلة قال لك من منو؟ كان المجلس العسكري. طيب المجلس العسكري هو كان الجهاز السياسي التنفيذي. الآن المسؤولية مباشرة لمجلس الوزراء، هو اللي بياخد قرار إطلاق سراح الناس ديل، هو اللي بياخد قرار استمرارهم، ما جهاز الأمن أصلاً، ما جهاز الأمن. القرار قرار سياسي، ومين ما تكون في الحكومة حتى اليوم حتى لحظتنا هذه في معتقلين سياسيين، حتى ما سمعنا مجرد زيارة لمجلس الوزراء عشان نشوف فعلاً كوبر دي فيها معتقلين ولا ما فيها معتقلين. في معتقلين بمبررات وأسباب حقيقية عشان يحولهم بسلطته هو. يعني هذا الاعتقال يتم جزافاً. أنا ويتفق معي أستاذ نبيل، أي اعتقال تعسفي
وده انتهاك حقوق الانسان. لا احنا نتكلم عن الجزائر، نتكلم عن اعتقال الشخصيات المعروفه الان الموجوده داخل. لا انا ما اتكلم عن رزوم النظام، احنا نتكلم بكلام عام سابق. انا اتكلم عن معتقلين من 12/7 ومن اخر شهر يوليو واغسطس، ما بتكلم عن رموز النظام اللي اعتقلوهم في ابريل 11 ابريل، ما بتكلم عن ديل. ديل فيهم يمكن ناس نقول إن هي سلسلة. أقول سلسلة مثال. أقول مثال. واشتغل الدكتور أسامة توفيق في حزب معارض وكان في الثورة، وحتى اليوم هو من أقوى المعارضين لنظام الإنقاذ. من الذي اعتقله؟ يا أخي أنت بتتحدث عن أنه في وزير الداخلية وزير الدفاع عسكريين ودول نسمع كلام. انا بالنسبه لي وزير الداخليه، انت بتتكلم طبعا وزير الداخليه وزير الدفاع هم الان ضمن منظومه حكومه الحريه والتغيير الجاد بوصفه الحريه والتغيير. وزير الدفاع نفسه جابوا العساكر، وزير الداخليه جو من الشرطه، جو وفق وصيغه الوصيغه الدستوريه الكاتبين جوا انهم هم ديل ملتزمين ببرنامج الحريه والتغيير. انا ديل ما بحاسبهم بعد ده، وزير الداخليه ما بحاسبه بالشرطه ولا بحاسب وزير الدفاع بناس الجيش، ديل بحاسبهم حساب سياسي، حساب الحريه والتغيير، لانهم ديل في منظومه الحريه والتغيير. يبقى اعتقد انه نحن مساله التقييم انا امشي اكثر. طيب لا احنا هنمشي لازم لنقاط مهمه اخرى. احنا مساله التقييم الان هي بتحتاج حقيقه، انا اعتقد منهجي التقييم المنهجي ما بعد شهر. احنا المنهج من اليوم الاول. جميل يا استاذ ايمن المنهج ما. طيب دقيقه، احنا لسه دارين نتكلم الان، احنا ما في جلسه محاسبه، احنا الان بنتكلم عن انه احنا بنساعد هذه الحكومه بانها تمشي السوداني الحريه والتغيير بالمنهج العمل الدولي وصيغه الوصيغه الدستوريه. احنا ممكن نقعد القاعده دي على فكره يا باشمهندس بعد سنه، هي اللي هتخلينا احنا نقعد نقيم هذا الوضع بالشكل، لكن علشان نطلق جزافا الموضوع انا ما هنقدر نقول دقيقه. طيب احنا علشان ما نطلق الحديث، معلش احنا ما ممكن نقول ده بعد شهر. فراغ دستوري انت عارف هاي يا استاذ، ما هو الكلام ده كبير لانه بعد شهر. لا يا باشمهندس هل تعرف انت الان في فراغ دستوري حتى ما يسمى بالوثيقه الدستوريه؟ واستاذ قانون يعرف كويس. ما هي دي اللبيات الاولى، احنا الان الخطوات الاولى الخطوات. ما هي دي شهر يا باشمهندس، نحن ما هنقيم وضع بخطوط عريضه. الخطوط العريضه الان هي موجوده، الخطوط العريضه الان نحن بندرسها عبركم كمراقبين، عبر الكتاب، عبر الاعلام، عبر الخطوط العريضه. اكمل بعد اذنك الحديث الان عن الخطوط العريضه، نحن بنمشي معاهم بالمنهج، بنرى وبنتفحص كل ما يقدم الان، على اساسه بعد سنه ممكن احنا نقعد الجلسه دي على اساس نقيم، لكن ما ممكن ندي الاسم بتاع انه هم عندهم قصر نظر في بعض الجوانب اللي لسه هم ما بدوا فيها. نحن هنمشي الان لكثير من القضايا المهمه اللي لها علاقه برضه بحال البلد، النواحي الاقتصاديه، النواحي التشريعيه، النواحي دي حقيقه احنا محتاجين برضه نتكلم فيها، يعني المجلس التشريعي القادم رغم انه مجلس معين وغير منتخب، هل احنا ده نتكلم بيتمتع بصلاحيات لاصدار تشريعات، تعديل ما يلزم من تشريعات موجوده؟ يعني احنا ده الان نتلمس خطى ونحاول انه نوجه ايضا في سبيل الاصلاح العام للدوله السودانيه. نعم، المجلس التشريعي لديه سلطه اصدار تشريعات، وطبعا يتوقع منه انه يصدر التشريعات التي تصلح النظام القانوني السوداني، لانه نظام مختل، نظام قائم على الاستبداد. حتى هذه اللحظه هناك المجلس الاجتماع المشترك حتى تكوين المجلس التشريعي، سيتم ذلك بواسطة المجلس المشترك لمجلس الوزراء والمجلس السيادة. فالآن لا يوجد أي فراغ بالنسبة للسلطة التشريعية، ممكن ممارستها فورا. أيضا المسألة الإصلاح القانوني واجب ومطلوب، ومفروض أنه يتم تعيين المفوضيات، وهذا على وجه السرعة يجب أن يتم. وهذه المفوضيات تشمل مفوضية الإصلاح القانوني، كل هذه الحاجات يجب أن تتم بسرعة. أنا ممكن أقول أنه هناك بطء في الإجراءات، وهذا ينتقد. يعني نحن ليس لدينا حكومة من ملائكة، حكومة من بشر وبيخطئوا وبيصيبوا. المسألة أنه الذين يتحدثون بهذا الصوت العالي
انسوا عملوا شنو في الناس فور 30 سنة ويدعوا البراءة. الآن كويس جدا سمعنا أنه الكلام عن الحق حق الاعتقال هم من ذاتهم. يعني لما حتى شيخ حسن لما قدم المشروع بتاع حق الطلاقة وأنا شخصيا مشيت البرلمان ودافعت عن هذا المشروع تم إسقاطه داخل البرلمان في هنا. فنحن بدأنا من الصفر لأنه لقينا النظام لا يعترف أصلا الكلام. الآن الدين بيتشدق به ده كلامنا على أنه الاعتقال التعسفي لا يجوز ويجب إخضاع كل الاعتقال لهيمنة القضاء إلى آخر. هذا لا يتم بين يوم وليلة. نحن نستعجل حكومتنا ولأول مرة من 50 سنة أنا تجيني حكومة بعيدة واصلا فخلونا نستمتع بتأييد هذه الحكومة فيما يتعلق بالتشريع والقوانين. نعم القوانين نتكلم عنها الآن وطالما يعني مشى وطبعا عمل فيها ما سمع الكلام أنت دائما بعلق على الكلام. لا العكس أنا القوانين نتكلم عنها أستاذنا لي من شرعه هم الحرية والتغيير والمؤتمر الوطني. لا الكلام ده أوكي. القوانين الموجودة الآن قانون الأمن وقانون الصحافة وقانون القوانين التي تم بها الاعتقال الآن بيحصل بها ما هي لم تغير يعني مثلا قوانين الإعلامية صنعوها الحرية والتغيير والمؤتمر الوطني بعد دستور 2005 لأنهم هم كانوا شركاء فيه. دستور 2005 ده صنعوه صنعوه نفسي. الحرية والتغيير كان موجود من 2005 طبعا طبعا دي الخش مش ما هو نفس الأحزاب. لا ما أيوة ما احنا ما نتكلم عن ده ما هو الحرية والتغيير. لا يا أستاذ 2005 كان موجود الحرية والتغيير ما نحن وده شنو القوة السياسية الأساسية يبدأ نفرق في الأسماء إنه أحزاب أنا أتحمل مسؤولية سياسية بصورة صحيحة إنه ما نفرق لأنه مصطلحات كبيرة إحنا نتكلم عن خلاص أديني فرصة عشان نفرق الأحزاب السياسية الموجودة الأساسية الموجودة الآن في الحرية والتغيير هم كانوا شركاء المؤتمر الوطني كلهم معظمهم. طيب ما خلاص يبقى احنا ما هنتكلم عن الكل. لا الشيوعيين والبعثيين والاتحادين والحركة الشعبية احنا خلينا نكون اكثر دقة نكون اكثر دقة البرلمان خلينا نتكلم. البرلمان المكون وفقا ل 2005 كان مكون بالتعيين 52% منه مؤتمر وطني. نعم طوالي كده. طيب الحديث الآن عن مستقبل السودان الاقتصادي ويمكن دي واحدة من الأمور الأساسية اللي احنا بنتكلم انه في مسألة بتاع التغيير لابد انه يكون موجود في معايش الناس لابد انه يكون في انعاش لشكل الاقتصاد السوداني بأشكاله المختلفة. ناخد رأيكم في انه كيف ممكن احنا نتجاوز يعني هذه المشكلة كيف احنا بأرائكم انه ممكن نساعد برضو ذوي الاختصاص بانه نعجل هذا البطء يعني على أساس انه نساعد بالمشاركة بكثير من الأفكار. تفضل. أنا في اعتقادي المسألة مسائل كلها مربوطة ببعض. يعني الإصلاح القانوني هو من هو جزء مهم جدا في الإصلاح الاقتصادي لأنه نحن لما بنتكلم عن الإصلاح الاقتصادي دايرين تشجيع الإنتاج وهذا يتم عن طريق إصلاح قانوني لأنه ما كان يتم حتى سقوط النظام السابق هو اقتصاد جبايات اقتصاد بتاع المنتج يجب أن يدفع ويدفع وحتى يصل لدرجة تكسر. احنا الآن أيضا عندنا مشكلة بتاعت سياسة خارجية لأنه تكوين رأس المال السوداني لا ليس بالسرعة الكافية لأنه يسند الاقتصاد فبنحتاج لرأس مال استثمار خارجي. نعم. هذا الاستثمار لن يتم في ظل القوانين الاستبدادية والنظام العام وخلافه وسك الناس في الشوارع إلى آخره وأيضا لن يتم في ظل سياسة اقتصادية ما معروف أن إحنا ما عملوه يوم طائرين روسيا ويوم جائرين الصين مسائل عايزة وضع تأخذ زمنه وتاخذ اصلاحها لشكل الاصلاح. سؤالي الاخير لانه احنا انتهينا لا دقيقه بس. سؤال اخير الاجابه فيه بنعم ام لا وهنختم الحلقه. محاكمه الرئيس المعزول البشير التي تجري هذه الايام لا ترضي الكثيرين هي محصوره الان في الاموال فقط. هل هو راضي؟ هل الناس راضي عن هذا الامر؟ احنا ما راضين عن كل ما قامت به الحريه والتغيير
طيب ابديت زي موضوع الاقتصاد نعم او لا لا هذه محاكمة واحدة هذه مكان هذه محاكمة واحدة وستتلوها محاكمة نعم اذا كان هذا الحديث المختلف نوعا ما من حوار اخر واللي كان فيه بعض المفاهيم المختلفة باشكال مختلفة وب أفكار مختلفة. عموما كل الشكر والتقدير لضيفي دكتور نبيل أديب المحامي والخبير القانوني الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك لحضورك أشكرك باشمهندس تاجدين بنجا محمد أحمد ناشط السياسي شكرا جزيلا وبالتأكيد نحن نأمل في خواتيم هذه الحلقة بأنه المسألة الآن نحن على الأعتاب الأولى نأمل بأن نصل للقمة ونصل لمستقبل السودان الواعد الذي نأمله دائما التحية دائما لأرواح الشهداء الذين ارتقت أرواحهم والتي ارتوت الأرض بدمائهم ونأمل بإذن الله تعالى أن تكلل كل المساعي بالنجاح والتوفيق ونأمل بإذن الله هذا الأمل المنشود لوطننا الكبير وفليحيا السودان إلى اللقاء.